الفحص بتاعي بطن عامة وعايزاه تسخين ومشارك مع دكاترة أساتذتنا وزملائنا في معهد القلب اللي عاملين دراسة جميلة النهاردة اللي هتكون لنا مفاجآت عايزين موجز بس عنها بس دي. والدراسة طبعا هي متابعة لحوالي 856 مريض على سنة 2011-2012، والغرض منها معرفة طرق العلاج ونتائجها، وطبعا بعض رأى المشاكل والأسباب لأمراض القلب من خلال متابعة هؤلاء العيانين. وهنسمع النهارده طبعا نتائج وأرقام مهمة جدا لازم نبني عليها خططنا المستقبلية في مكافحة الإدمان والتدخين وأمراض القلب. طيب تكلمنا برضه يعني انتوا توصلتوا فيها لإيه؟ الدراسه طبعا الاساتذه قاموا عليها والدكتور هاني رمزي والدكتوره غاده هيتكلموا اكثر مني عنها. طبعا انا بالنسبه لي طبعا ضيف عليهم بحسابه وبشوف الدراسه طبعا اللي موجوده. شكرا.